أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزراء الإعلام العرب على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب. وخلال اجتماع آخر مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واجه الرئيس السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه الساده وزراء الاعلام العرب صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس اكد خلال اللقاء على ايمان مصر باهميه الدور الاستراتيجي للاعلام في مسانده جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنميه وذلك من خلال تناول القضايا الوطنيه وتعميق الوعي العام لدى الشعوب مشيرا سيادته الى وحده الشواغل والتحديات المشتركه التي تواجه العالم العربي وهو الامر الذي يستدعي قيام الاعلام العربي بالتحدث بلغه واحده تساعد على مواجهه تلك التحديات وان يتم طرح القضايا المختلفه بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من اجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي ومشددا سيادته على ان الكلمه من الاعلام هي امانه ومسؤوليه كبيره امام الشعوب، وفيما يتعلق بمكافحه الفكر المتطرف وخطاب الكراهيه والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربيه، شدد السيد الرئيس على ان الهدم لم ولن يكون رساله حضاريه، وان القيم الدينيه لا تقام على انقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن. من جانبهم أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمنعقدة حالياً بالقاهرة، عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس. مشيدين بالانجازات الملموسه التي تشهدها مصر تحت قياده سيادته على كافه الاصعده سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا والتي تقدم نموذجا يحتذى به للامه العربيه في التقدم والازدهار والرؤيه المستقبليه لتحقيق التنميه المستدامه بالإضافة إلى دور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية فضلا عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات وكذا ترسيخ اواصر الاخوه بين العالم العربي وقد اعرب الحضور عن تسمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمه سيادته في ادراك متطلبات بناء الدول مؤكدين ان مواجهه التحديات بكافه صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها وانما تشارك فيه ايضا المؤسسات الاعلاميه ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطه وجاده والتعبير عن اولويات سليمه وتوعيه الشعوب والمجتمعات بالابعاد المختلفه للتحديات وكيفيه مواجهتها والتصدي للاكاذيب والشائعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. الاجتماع شهد متابعه مستجدات عدد من المبادرات المختلفه في قطاع الصحه والرعايه الطبيه حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجيه متكامله لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعايه الصحيه وذلك بالتكامل مع جهود الدوله في مجال الرعايه الصحيه للمواطنين كما اطلع السيد الرئيس على الخريطه الوبائيه العالميه بشكل عام وتاثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائيه الوطنيه للحد من نفاذ الامراض الوبائيه الى داخل البلاد واستراتيجيه التعامل مع الحالات التي يمكن ان تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافه سبل الرعايه والعلاج وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه اشار الدكتور محمد عوض تاج الى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات تطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفرها. كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية.